الكريمة التي تنتقل فيها غزة وفي فلسطين. يلا شباب. ولكن يصر الأوروبيون اليوم أن يكونوا من ضمن المجرمين والمشتركين في هذه الجريمة. شكرا. ما نراه اليوم في عراق من يجتمعون في هذه البنايات في القرب منه. أتى الفلسطينيون وبدعوة من المنظمات الأهلية المختلفة أتوا إلى هنا ليتظاهروا ويوصلوا رسالة للأوروبيين أن كونوا عادلين في هذه المرة وانصفوا الفلسطينيين وعلى الأقل أوقفوا إطلاق النار. يعني القضية والطلب ليس بكبير، هو وقف إطلاق النار وإنقاذ حيوات الناس في غزة فقط لا غير. وهذا الذي يعني الأوروبيون يتهربون من هذا المطلب ولا ندري لماذا. هل هذا يعني أنهم يوافقوا مع الحكومة التي قالوا عنها منذ شهر فقط أنها حكومة فاشية وحكومة نازية، حكومة متطرفين وعلى رأسهم بني كبير؟ وبني كبير اليوم هو الذي يشترط على الأوروبيين أن لا تدخلوا الوقود والماء لأهالي غزة، والأوروبيون ينصاعون لأوامر بني كبير، وهذه هي المفارقة بالأمر. ولذلك أتى الجميع هنا ليصرخوا بصوت واحد أن أوقفوا إطلاق النار.